ميلادكم مبارك، كل عام وانتم بخير وعساكم من العايدين، وربي دائما يبرد قلوبكم وارواحكم وتعيشون بالعيد ايام واوقات سعيده جدا وسط كل اهلكم واحبابكم. كل عام والف خير، اهلنا داخل العراق واهلنا خارج العراق. طبعا اليوم نعيد على شريحة مهمة جدا من الأطفال العراقيين اللي يمكن العيد صعب شوية عليهم يعيشون كل فرحته وكل تفاصيله، لكن مع مصرف الجنوب للاستثمار والتمويل أكيد راح نقدر نخلي أطفالنا العراقيين نوصل لهم فرحة العيد حتى وإن كانوا يعانون من أمراض صعبة ومستعصية. وأيضا معانا الكثير من التفاصيل والقصص والأحداث، خليكم ويانا نفرحهم ونفرحكم من خلالهم. حياكم الله ونبدي مشوار حلقتنا لهذا اليوم. شلونك يا بطل؟ شلون صحتك حبيبي؟ انت حبيبي شنو عندك مشكله صحيه تقول لي؟ انا ما اعرف خير. انت ما تعرف شنو مشكلتك الصحيه؟ نسمع من ماما. هو شنو مشكلته؟ هو اعمى من ولاده. نعم. وفشل كلوي. طيب الفشل الكلوي بعدين ظهر عنده؟ اي بعدين، ما ندري به وش وقت، بس هو بعدين خذيت له تحاليل قالوا عنده فشل كلوي. زين صار له شقد يتعالج؟ هاي هو من يعني هو من هو مجي هو مريض. يعني هو هسه شقد عمره؟ هسه عمره 11 سنة. 11 سنة. قصي حبيبي، أنا اسمي خالة شيماء. زين؟ وأنت كلش حلو، وأني كلش حبيتك هواية، وإحنا جايبين لك هدايا للعيد من مصرف الجنوب. للاستثمار. هذا المصرف يريد يعيد على كل الأطفال بالعيد. هسه تشوف الهدية، شوف ماما توصف لك إياها وأنا أيضا أوصف لك إياها. الهدية شقد حلوة، أبيها فلوس هواية. تشتري اللي تريده. شنو يعجبك تشتري؟ أشتري شنو مثلا؟ إيش لأن ما أعرف بالألعاب. إن شاء الله حبيبي تشتري كل اللي تريده واللي يعجبك. خلينا نقدم له الهدية مقدمة من مصرف الجنوب للاستثمار. تفضلي حبيبتي، لا ثقيلة عليش، خليها هنا. يساعدنا الأستاذ علي بتقديمها باسم المصرف. وهذه الهدية من صاحبة السعادة إلى الأم، لأنه أنت أساس السعادة، أنت الصبورة، أنت اللي تتحملين. كل عام وأنتم بألف خير وعيد الخير والبركة. شنو اسمه؟ مصطفى. مصطفى شلون صحتك مصطفى؟ حبيبي أبو صطيف، أنت شنو مرضك بالضبط؟ هم غسل كلى؟ لا تناظر كلوي. طبعاً إحنا بس قد نأكد إنه إحنا في قسم غسيل الكلى وأمراض الكلى في مستشفى الكرامة. والحالات اللي دا نشوفها رعاها مصرف الجنوب للاستثمار. طبعاً نعيد على كل أطفالنا. الآن أبو منو قلت لي؟ هو مصطفى. مصطفى جدة تلعب. هاي شنو ترسم؟ أزين. تزين؟ زين أنت ما كل حية. من هسه تتعلم؟ أزين. حبيبي أنا جبت لك هدية للعيد. تأخذها؟ يلا. وهاي شنو هاي أنت؟ هاي هذا كوافير رجالي حريمي يشتغل. يرسم ويزين، يقولوا حلاق وكذا. زين شوف ابو صطيف، شوف الهدية. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير. شوف هاي كلها تصرفها بكيفك. شنو تشتري؟ ايباد. هاي ايضا هدية من مصرف الجنوب ومع بيج صاحبة السعادة، هدية للام. حياتي شنو مشكلتها الصحية؟ مشكلتها الأساسية هي الدمام، وهسه عندها إجراءات ثانية الكلى. صارت عندها مشاكل بالكلى. أيوه. طيب يكون أصلاً عندها إشكالات همينة بالمجاري البولية. تشخيص الكلوي الأول، هل هو تناظر، هل هو عجز، شنو المشكلة؟ لا هو لا تناظر ولا عجز، عندها توسع بحوض الكلى.
نعم، وثاني شيء عندها المجاري البوليه دا تحبس الادرار، يرجع يسوي التهاب مباشر كلش قوي بالمثانه وبالكلى، فدا يخافون من العجز. من مصرف الجنوب الاسلامي هاي الهديه الحلوه المنسه، حياتي. تفضلي استاذ علي. وهديه للام البطله. طبعا وانا مو امها، امها بنتي، هي حفيدتي. ها ما شاء الله. اي نعم هي حفيدتي، بس يعني انا ما اقدر اعوفها. انت هم ام. اي والله ام الام. اي اي حتى بالقانون الحضانه تمنح بعد الام الى ام الام. يا مرحبا. يا مرحبا، كل عام وانتم بخير. عساكم من العايدين. امنوا بالخير. ام امير. ام امير هو هذا البطل امير. بالموبايل جدا يلعب امير. شلونك حبيبي؟ شنو مشكلة أمير؟ مشكلة إجا من الولادة، هو عنده كلى صغيرة وكلى كبيرة، اليسرى أصلاً ما تشتغل، وعنده تشوه بالحوالب، حالياً قصوا الحوالب وخلوا له صاندات، صار له تقريباً سنتين بالمستشفى. سنتين بالمستشفى؟ زين العملية نجحت؟ هسه زين وضعه، زين، بس يعني ينتظرون يعني يقصون من من المعدة حتى يكبرون المثانة مستقبلاً. هسه دراره بس من مثانة يطلع خارج يعني بالخارج. طبعاً أنتي بطلة وأنتي اللي أساس الموضوع هذا كله. إذا كل يوم أمير يقاوم بالمرض، السبب والفضل بإلج. ثلاث أشهر أنا بالمستشفى. الفضل إلج بعد الله سبحانه وتعالى. بطلة. أستاذ علي قدم لك هدية مصرف الجنوب، عيدية أمير. أخذيها حبيبتي. تفضلي استلميها. الله يخليك ويسلمك. وأكو هدية إلج هاي من مصرف الجنوب وبيج صاحبة السعادة، بها كلها أحجار كريمة وهدايا إلج حبيبتي. كل عام وانت بخير. شلون صحة حبيبي؟ أحوالك؟ شنو اسمك؟ عبد الله. أنت هنا من وياك بالمستشفى؟ عمتي. عمتك. ماما موجودة؟ هي موجودة. بالبيت لو هنا؟ لا بالبيت. بالبيت، زين. عمتك وياك. زين، عبودي، خلينا نعطيك الهدية. الهدية مال مصرف الجنوب. ألف مبروك عليك العيد. كل عام وأنت بخير. هاي الفلوس اصرفها مثل ما يعجبك. الله يوفقك. شنو ببالك تريد تشتري؟ موبايل؟ ايه حبيبي خلاص لعاد. هسه اقعد طلعهن وحده وحده، ورده ورده، وصفطهن وركض من المستشفى على المحلات واشتري لك موبايل. مرحبا دكتورة. اهلا وسهلا بك. كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير، شكرا جزيلا. عساكم من العايدين ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. وبارك الله بجهودكم وتواصلكم الدائم مع المرضى، طبعا هو اكيد هذا عملكم، لكن ايضا هناك لود وضغط مضاعف عليكم خلال ايام العيد. صحيح. شلون تنظمون الجداول العمل؟ شلون تنظمون الالتزامات الاوليه مع المرضى؟ نعم. احنا هنا في ردهة كلى الاطفال نقدم خدمات الغسل الكلوي الدموي للاطفال، وخدمة رعاية المرضى الراقدين والاستشارية لمتابعة مرضى الكلى بشكل يومي. طبعا احنا العمل يعني مستمر خلال ايام العيد، موجودين الاخصائيين، موجودين المقيمين الاقدمين والدوريين، والكادر التمريض ايضا موجود، والصيادلة. يعني خدماتنا موجودة يعني 24 ساعة متوفرة يعني صباحا، وهي تقدم مجانا. طبعا مجانية بشكل تام. بارك الله بكم واتمنى لكم عيد الخير والبركه. وطبعا خطي عوائلكم، يعني انتم يمكن تقصرون ويا عوائلكم في سبيل تواجدكم الدائم باوقات العمل المتواصل حتى خلال فتره العيد. يستاهلون المرضى، احنا موجودين لخدمتهم ان شاء الله. بارك الله فيك. صار لك ايش قد؟ سنتين. سنتين تغسلين كلى، طيب. والدها شنو يشتغل؟ والله عامل. عامل. والدتها موجوده؟ مريضه. إيه ما تجي وياها. اوكي ما مرضى. انت كبيره اخوانك؟ لا بعد اكو اكبر. اي اوكي زين. من الطفوله حسيتي بالمرض وبعدين صار الغسل؟ لو لا فجاه صار عندك؟ لا فجاه، صار عمري 13 سنه وقعت.
زين. طيب اكو عندكم بالعائله احد مريض؟ لا. بهذا المرض؟ لا، اول مره يصير عندنا هيك. زين، انت كنتي بالمدرسه وهسه بعدك؟ اي. بيعصف؟ بس من قعدت على رجليني قمت ما داوم. ما تقدرين تمشين؟ اي. ليش؟ لان رجليني من طبات القسل وقفن. صار نقص كالسيوم عندهم. اه. طيب حبيبتي، انا اتمنى الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائنا كنا وشافيك ويعافيك يا ماما. وفستانك هذا شكد حلو، شنو هندي؟ بنقش هندي؟ شنو هاي؟ التراتش تخبل، قربانه قربان حياتي. جبت لك هديه، صرفيها بكيفك من مصرف الجنوب الاسلامي، اوكي حبيبتي؟ حتى تعيشين اوقات العيد بطريقتك الخاصه، انت شنو يعجبك تفرحين به؟ تشتروا لي استاذ علي قدمت لك اياها، اخذيها حبيبتي للهديه. زين شلونك سيف؟ حبيبي وكح مو؟ لا زين. حبيبي شنو مشكلته سيوفي؟ والله غسل كله. غسل كله؟ العاد شنو قالوا لي حيدا هيقول العملية؟ اي والله. عملية ابيض عينه بعينه؟ اي والله. ها. نشوف هسه. اوكي زين، هو هذا بسبب الكله؟ اي. اه اوكي. والعلاج اللي ياخذه اثر على عينه. اه تمام، فهم باكر حيدخلوه يرفعون المي الابيض والكلى يبقى يسوي لها غسل او تصير زراعه تنتهي المشكله. اي والله هالزرع. سيوفي ايش قد عمره؟ تسعه. تسعه؟ هو مدرسه؟ لا ما مسجلته مدرسه. اربع غسلات بالاسبوع. اربعه بالاسبوع؟ ما ادري كاسات عندها. والده شنو يشتغل؟ والله كافر يعني ما عنده شغل، يوم يشتغل. طيب سيوفي جبنا لك هديه من مصرف الجنوب الاسلامي، هاي الهديه مال العيد، عيديه، اصرفها بكيفك. شنو تريد؟ شنو ببالك تشتري مثلا؟ العاب. بالالعاب، هاي الالعاب يعني اقصد مدينه العاب. زين، وبلاي ستيشن؟ ما بلاي ستيشن. هلا حبيبي، تفضل من استاذ علي الهديه. حبيبي حبيبي، ربي يبارك لك بيه وينفخ بصورته ساعه عن ساعه فرج. وشنو اسمها الحلوه؟ فرح. حبيبتي ايامك كلها فرح ان شاء الله يا ماما. شنو طبيعة حالتها؟ عجز كلى. عجز بالكلى. وعجز بالقلب. زين شلون اكتشفتوا الموضوع؟ ايش وقت؟ قبل سنتين. اه زين ايش قد عمرها؟ 8 سنوات. ها يعني من عمرها 6 سنوات. 9. اوكي طيب، شلون تم التشخيص انه لازم احنا نسوي لها غسل؟ ما اخذ جرعات قبلها غسل وهي اول مرة؟ لا، هي هذه السنة هي اخذت جرعات غسل، بس صارت هذه اليوم يوم 30. طيب فروحة، احنا جبنا لك هدية، عفوا جبنا لك هدية من مصرف الجنوب الإسلامي بمناسبة العيد، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى أنتم أحبابه، انتوا احباب الله، فالله سبحانه وتعالى انت تدعين قبل ما تنامين بالليل تقولي يا ربي خليني اصير زينه. زين حياتي، استاذ علي معانا من مطرف الجنوب حبيبتي. اوكي حياتي، طبعا بارك الله بيك وبجهودك وبجهود والدها، اكيد يعني الاباء لهم دور كبير بالموضوع بالمساندة. We'll be right back.